الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح. اليوم حبينا نبدأ بفرقة تيجانا اللي دائما تنورنا كل يوم خميس في برنامجنا قهوة الصباح. تحية للشباب. محمد نورنا هالمرة، ومحمد وعمار وموسى وأحمد ووليد بعد شوي بيكون على الكيبورد. تحية لكم يا شباب نورين، الله يعطيكم الصحة والعافية. وكالعادة من خلال برنامجنا قهوة الصباح مجموعة كبيرة من المواضيع وأيضا الفقرات، ونقدر نقول من الحين صباحنا إن شاء الله خير وسعد، وإن شاء الله دوم فالكم الخير والسعادة.
هي رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى فقرات برنامج قهوة الصباح. أشكر مرة ثانية فرقة تيجانا المشهورين في عزف فن الفلامينكو. المقطوعة الأولى اللي سمعناها قبل شوية هي من تأليف الشباب الله يعطيهم الصحة والعافية، ينورون بين فترة وفترة في برنامجنا قهوة الصباح. زي ما يقولوا الحين زي ما شنفنا آذانكم بمجموعة أو مقطوعة موسيقية، الحين عاد جاء وقت الجد. فقرتنا القادمة هي فقرة صحة وعافية، هذه الفقرة اللي تختص بعملية الغذاء الصحيح. اليوم خصصناها لشهر رمضان المبارك، ماذا نأكل، كيف نحافظ على جسدنا، كيف يكون الفطور طيب في نفس الوقت يكون السحور كذا يساعدنا على مدار اليوم. كل تفاصيل هذا الموضوع إن شاء الله بنعرفها من خلال ضيفتنا الأستاذة بشاير بنت عبد الله الريامية أخصائية التغذية. نقول صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا، هلا والله، يعطيك العافية. الله يخليك. كل عام وأنت بخير إن شاء الله مقدما، لأن عرفت اليوم آخر حلقة بتكونين معنا. أيوة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. ما قصرت. كل عام والجميع بخير بقدوم هذا الشهر الجميل، يعني إن شاء الله لجميعنا دائما ننتظره بفارغ الشوق. نعم. وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله. خلينا الحين أدخل في صلب الموضوع، بس أحب أذكر اللي يحب يشاركنا وإذا عنده استفسار أو يعني في بعضهم ايضا ينتهز شهر رمضان المبارك انه يعدل من نظام الغذائي. صحيح. فاللي يحب يتواصل معنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه من داخل وخارج السلطنه، على رقم خارج السلطنه اللي هو فتح الخط اللي هو 00968، ومن داخل السلطنه طبعا على نفس الرقم على 249-43-701، واحنا تاكد انه سعداء بتواصلكم معنا. ندخل في صلب الموضوع. ندخل في صلب الموضوع. انا قلت لك شغله بس الحين، اني مره قريت ان خمس القيمات، حبه القيمات يمكن تشتهر دائما في شهر رمضان تعادل حبه موزه. قلت لي لا اكثر. وانا قلت لك اكثر اكثر. لا مقارنه. يعني العاده هذه خمس القيمات، يعني هذه بس الافتتاحيه فقط، يعني ما تنين للحين. صحيح. احنا راح نطلب الاعتدال في هذا الشهر، يعني ما نطلب الامتناع عن كل، انه شوف شهر رمضان له روحانياته. نعم. وله لمساته وله حياته الاجتماعيه. نعم. اللي احنا كلنا نتوق اليها يعني. نعم. لكن في نفس الوقت هو قائم على الطعام. نعم. ودي نغير وجهه نظرنا بخصوص الطعام، انه هو مو شهر فقط للطبخ وللاكل. نعم. وللتفنن بالوجبات. نعم. لا، خلينا نستغله، لانه اصلا هو الصيام اصلا موجود من الاف السنين قبل حتى يعني الاسلام ما يجي. نعم. كانوا يسنوه على اساس انه هو طريقه للعلاج. نعم. والشفاء من جميع الامراض. نعم. تقريبا. فاحنا اجا والاسلام وحط لنا شيء بايدنا، انه احنا ممكن عمليه تطهير للجسد بعد سنه كامله. نعم. من ايش؟ من اختزان السموم. نعم. من العادات الخاطئه. فهذه فرصتنا احنا الحين، اللي يحب ينزل وزنه هذه فرصه. ممتاز. اللي عنده مشاكل صحيه جد يعني ممكن يعني تتحسن حالته الصحيه جدا، خصوصا الامراض المزمنه، الامراض المرتبطه بالامراض الالتهابيه مثل الروماتيزم. مم. كلها تتحسن في شهر رمضان. صحيح. اذا تم استغلال هذا الشهر بالطريقه الصحيحه. ممتاز. يعني هو معروف شهر الخير، يعني غذاء روحي، غذاء جسدي. أيوه. غذاء فكري، وفي نفس الوقت حمايه لبيت الدعوه هي. أيوه. المعده. إنزين خليني نبدأ من لحظة الفطور إلى لحظة السحور. تبي لحظة الفطور ولا لحظة قبل لما نشتري؟ لا، لما نشتري أغراض رمضان. التحضيرات بعد زين، الاستعدادات لرمضان. توصية بس رجاء، يعني الحين لما نبدأ مفروض ميزانية البيت ما تزيد يعني بهذا القدر اللي إحنا قاعدين، يعني عادة مخزون الشهر بعربانتين يمشي. في رمضان خمس عربانات ما تكفي. صحيح. ليش هذا الإسراف؟ ليش قهر للآخرين؟ احنا المفروض نحس بفقارة، احنا قاعدين نقهرهم جد يعني باللي قاعدين نسويه. فرجاء الاعتدال من بداية شراء الأدوات، ما في داعي للدرازن اللي تخزن. وحاول أتبسط في الأكل، يعني ما في داعي لكل هذه الأنواع والأصناف. احنا راح نعطي طريقة يعني إذا أخذناها كمبدأ في حياتنا اليومية في شهر رمضان كثير حالتنا الصحية راح تتحسن. وهذه التلبكات اللي قاعدين نتعرض لها، ترى المستشفيات تنملأ بالناس اللي يشتكوا من آلام معدة وتلبكات معوية بسبب هذا الموضوع. فإذا نبدأ لما الحين نروح نشتري أغراض رمضان، رجاء عدم المبالغة. ممتاز. يعني أنا أقتنع أنه ممكن تزيد شوي الأشياء بسبب العزومات، يعني التجمعات الأسرية. بس يوميا في يعني حياتي اليومية المفروض هي الوجبات، بس أنقلها بطريقة لطيفة إلى المساء.
ممتاز. انا بس باخذ اتصال من محمود. قول مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا محمود، تفضل. كيف الحال؟ طيب. الحمد لله بخير، الله يسلمك. موضوعكم عن الغذاء في رمضان. اي نعم. أيوه. تفضل يا محمود. يعني انا لاحظ يعني للاسف بعض الناس يشتريوا يعني اغراض يعني اكثر من يعني حاجتها، كانه مشري حال سنه كامله. صدقت. يعني ما يكون حال شهر يعني. اي نعم. يعني هو رمضان يعني شهر عباده وتغير روتين يعني في الحقيقه. ممتاز. سؤالك محمود. شهر. ايوه. سؤالك اقول. يعني سؤالي يعني بعض الناس مثلا اثناء الفطور مثلا يعني ياكلوا اكثر من اللازم. ممتاز. يعني يقدم يعني اكلات دسمه. تمام مضار هذه الاشياء. عسى خير، مشكور يا محمود. تسلم، يعطيك العافيه. تسلم ما قصرت. اذا في اتصال ثاني ناخذه على عجاله. نقول مرحبا. ما في اتصال، نزل. خلي محمود بيكون في سياق حوارنا الحين الكلام اللي قاعد نتكلم. هو نوه للفكره اللي احنا طرحناها في البدايه، انه رجاء ان اغراض البيت ما تكون فيها مبالغه، وما في داعي تكون جهد على ميزانيه البيت يعني خلال هذا الشهر. النقطه الثانيه اللي اريد اوضحها انه انا عندي عضوين في الجسم مهمين في شهر رمضان، انه انا اعتني فيهم، لانه الهدف اصلا يعني غالبا من الناحية الصحية في هذا الشهر إراحة هذين الجهازين، الجهاز الهضمي اللي تعبان طول السنة ياكل 24 ساعة، والكبد اللي هو يعتبر عضو مهم لتخليص الجسم من السموم. الصيام أصلا يخلصنا من السموم بطبيعته. الكبد تحتاج فترة راحة عشان تخلص الجسم من السموم أساسا المتراكمة خلال شهور، فنعطيها فرصة وما نثقلها بعدين بسموم أخرى بعد الفطور. فخلينا الحين نحط يعني هذه النقاط، أنه أنا هدفي الحين أنا أريح الجهاز الهضمي وأكون لطيفة معاه خلال الفطور عشان لا أتعب خلال اليوم، ما يجي وأقول أنا مرهق أنا تعبان صداع وكذا. في يعني لها أسباب، وأيضا في العادات الغذائية الخاطئة. يعني إحنا ممكن يعني أريح مو بس جهاز الهضم والكبد، في نفس الوقت بريح جيبي من الصرف الزائد. أيوة. زين خلينا شوي بندخل في مرحلة عملية. الفطور وجبة الفطور. ترى ممكن أكثر التساؤلات أفضل حاجة أبدأ فيها في الفطور. طيب، الهدف من كسر الصيام في البداية هي إعادة مخزون السكر بصورة بسيطة. نعم. والسوائل، لأنه الحين في فترة الصيف إحنا وفترة الصيام طويلة جدا. اهم شيء انه انا ابدا بالتمر واللبن. نعم. غالبا هذه احنا يعني متعودين عليه، هو الطريقه الصحيحه. نعم. اذا اريد شوربه معه هو المفروض كذا. اذا كم حبه تمر؟ لان تعرف لما نمشي على السنه ثلاثه خمسه كل واحد. أي. بس اللي عنده السكري يلتزم بالثلاثه مثلا، اللي يبي ينزل وزنه يلتزم بالثلاثه، اللي يبي ياخذ الخمسه عادي. ممتاز. ما في اشكال. انا بس قصدي عشان في ما شاء الله بنقول التمر هو ثلاثه، هو لطيف انه يكون ثلاثه. بعدين تعطي نفسك فتره مال 15 ل 20 دقيقه، يبدا يتنبه الجهاز الهضمي، يجهز عصارته، يجهز انزيماته، انه راح استقبل الحين الغذاء. ف 20 دقيقه بعد هذا الافطار البسيط ابدا بالوجبه الرئيسيه عادي. اللي احنا اكلنا الطبيعي اذا طبخ بطريقه صحيحه، قليل الدهون قليل الزيوت، واحرص ان انا احط السلطات تكون موجوده في مرات تهمل ترى. نعم. في الفواكه والخضار تهمل في شهر رمضان عندنا بالذات. بالنسبه لموضوع السلطات، لان كان هو سؤال يدور في ذهني، الا وهو انه يقول لك ان مثلا ان حلو تبدا بشوربه او شغلات اللي مثلا اللي تكون سهله على عمليه. ليش احنا نبي سوائل؟ اي نعم. ولكن السلطات افضل تخليها للسحور ولا تخليها للفطور، لانه يكون عصاره المعده مو جاهزه ان تهضم هذه الالياف، ممكن تسبب لك شيء من ما بقول تلبك المعوى، ولكن اغازات، تثاقل لحظه، خاصه لما بتروح لصلاه التراويح. ان شاء الله صحت انه لا، الخضار ما راح تاثر. اللي راح الخضار لا، ولكن سلطات. سلطه. انا قصدي انا لما اتكلم خضار، خضار مطبوخه وسلطه كلها يعني تعد بنفس القائمه. احنا نتكلم الحين احنا الفطور، انا اللي قصدت فيه الفطور اللبن والتمر والشوربه. ممتاز. اقصاي لما الوجبه اللي بعدها بعد 20 دقيقه هذه العشاء. فهم الحين انا دخلت في مرحله العشاء. نعم. الناس اللي تسهر ممكن تاجلها لبعد التراويح. نعم. والناس اللي تنام بدري تحطها بعد 20 دقيقه. نعم. وممكن بين الفطور والعشاء اللي ياخروا عشاهم يبداوا ياخذوا اشياء بسيطه جدا. يعني ممكن فاكهه، ممكن الخفايف اللي احنا نسويها. ترى الحين في اللي تعرف لازم نشرح. اوكي. بالنسبه للخفايف ممكن تكون سمبوسات، معنات، ما ادري صينيه حاجه، يقول لك كلها خفايف هذه بس. صح. بالنسبه للخفايف نصيحتي فيها انه اذا راح اقوم بعمل مثلا، احنا الخفايف عندنا سكريه ومالحه. نعم. صح. نعم. وبانواعها سمبوسه والفطاير والاشياء المقليه، وكل يوم تطلع اشياء جديده. نعم. احرص انه اذا عندي بديل غير مقلي احطه. واذا كان الشيء الموجود مقلي استخدم اقل كميه، يعني اذا حبه واحده خلاص اذا كانت مقليه استهلكها بهذه الكميه.
اعتمد ايضا في الحشوات اللي استخدمها على الخضار وما اركز على اللحوم، لان اللحوم راح تجي مع الوجبه الرئيسيه، يعني سمك لحم دجاج راح يجي. احاول اخلي هذا الخفائف دائما من انواع الخضار تكون اخف على المعده. الطحين اللي استخدمه اذا راح استخدم احاول اوجهه انه يكون طحين اسمر، يعني على اساس انه لا اعطي اشياء زياده سعرات اكثر، احاول اقنن الكميه ونوعيته. ممتاز. فإذا شيء موجود مقلي وأنا نفسي خاطر فيه عادي نأخذ، بس نقنن الكمية في هذه الحالة. الصيف والسوائل مهم. يعني يمكن في لحظة الفطور ممكن الناس تأخذ كمية كبيرة من السوائل، ممكن تكون من مشروبات يعني مثل بدون ما أذكر أسامي الشركات معروف. إحنا عارفين. رمضان. والماي. فإلى أي مدى أيضا ما يكون زايد عن حده، وخاصة أني أنا بأخذ وجبات ما يصير بعدين. كوب اللبن واذا حطيت معه كوب سائل. احنا ما نمنع العصائر في رمضان لانه احتاج الى انواع سكريات ايضا بسيطه، بس نتحرز من العصائر اللي هي احنا نتكلم عنها. اي نعم. نحاول نعتمد على عصائر على الاقل تكون مفيده. عندي قمر الدين عباره عن مشمش مجفف، عصير جدا حلو حق رمضان. مرات اقدر اسوي كركديه، مرات اقدر اسوي هالعصائر الحلوه، هي مفيده من هنا وهي تنفعني اكثر. بدل ما استخدم هذه الاشياء اللي احنا مركزه ونخففها بالماء. نعم. عشان ما نذكر ما اقلل منها بحيث ما تكون يوميا موجوده على سفرتي. نعم. حتى الاولاد الاطفال اللي موجودين وصايمين ما يعتمدوا عليها. الواحد لما ما يشوف الشيء غالبا ما يتعود عليه، ما يطلب كثير. فانت خليها لهنا، يعني كل كم يوم ممكن احطه شوي. ما نقطع، لكن انا قلت لك هو ارتبط خلاص من سنين يعني. نعم. خلاص ماركه يعني. اذا ما نحط على السفره في شيء، اذا اشيله بحيث ان انا احطه في ايام معينه يعني. ما اكثر. اذا خلينا ايضا ناخذ الجانب، ناخذ اتصال بس بعد اذنك، وإذا كانوا جاهزين أكثر من اتصال عشان ناخذهم وراء بعض. مرحبا، السلام عليكم. مين معاي؟ من وين الاتصال؟ من نيوزيلند، تفضل. يا مرحبا. السلام عليكم. ألو. يا مرحبا. من نيوزيلند. هلا، شلونك؟ بخير الله يسلمك. أنت برامجك كلها زينة. تسلمين، يا مرحبا. هلا بيك. أنت من وين أصلا؟ من رمضان. من وين انت اصلا؟ من نيوزيلندا. لا لا، اصلك من وين؟ يا بغيت اكلمك على يلا مو مشكله. تفضلي. من نيوزيلندا. والله والنعم فيك. عربيه. اي حياك الله، يا مرحبا، اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا فيك. بغيت اتكلم على رمضان. المفروض الاكل صحي. الاكل صحي. الاكل البيت صحي الاكل. والله احنا متفقين ان المفروض يكون صحي، ولكن مين اللي يطبق؟ هنا السؤال. مو كثير يتفهمون العائله ان هذا الصيام لا طبقه البيت يطبق، الام والابو يفهمون اللي حال ان هذا الصيام مو تبذر ولا اكل كثير. نعم. يفهمون انه حرام الاسراف. نعم. في ناس جوعانة. نعم. في ناس محتاجة. صدقتي. لازم نصوم، نصير حلوين. فهمون العائلة، العائلة كلها تنتظر هذا الشغلة. حلو. فهمونهم، تقنعونهم اقناع نفسيا انه ما حد يبذر. نعم. بعدين حرام التبذير هو. صدقتي والله نص بينقط في الازبالة، وانت بكرامة وكرامة السامعين والمشاهدين. متى احلى. زين خلينا شوي. رمضان بتعيشينه في نيوزيلندا ولا؟ وايد انا ما وايد عندي شغلات درستها هني. اي نعم. شكل الصوت يوصل متاخر. اي 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 زين قولوا لي. انا رابيه. زين قولي لي، خلينا ناخذ من عندك تجربه عمليه، كيف تحضرين الافطار بالنسبه لرمضان؟ الافطار اقناع النفس. اقناع النفس اني صايمه. ما نفكر بالاكل، نفكر الحمد لله كملنا صيامنا. كملنا صيامنا، فرحانين اي شيء بالبيت نستقبله. ممتاز. مو انجا هذا خضر، هذا حمر، كلها امراض جديده، كلها الالوان، احلى شيء الطبيعي. صدقتي. امر شغلات الطبيعي، الخبز الطبيعي، كله طبيعي، احلى شيء. تصير عندك جوالي، أصير عندك معدة تعبانة. هو الإقناع الديانة إن الشخص متدين، هو ما يصير يعني وري هو هذا اللون هذا اللون. لا صدقتي.
لا تقنع نفسك بالالوان، تقنع نفسك الحمد لله انا صمت كملت يومي. نعم هي اقناع صدق. أي. انا ما بتعبك اكلمك بعدين. عسى خير، مشكوره كثير، يعطيك العافيه ونورتينا والتحيات لكل اخوان والجاليات العربيه الموجوده في نيوزيلندا. عندي شغلات وايد. يعطيك العافيه، عساك على القوه ان شاء الله. دوم تسلمي. اهلا بك. ما قصرتي ما قصرتي. ايضا اتصال جديد، نقول مرحبا. السلام عليكم. ايضا اتصال جديد. قصروا على صوت التلفزيون ما عليكم امر بس. الو. يا مرحبا تفضلي. الو. مين معاي؟ الو. يا مرحبا تفضلي. يا مرحبتين استاذ عبد الله، صباح الخير. صباح الورد، يا مرحبا. هلا والله. احنا بنرحب في هذا البرنامج الكريم، نرحب بضيفتك الكريمه. تسلمين. وصراحه المقترحات كلها طيبه وكويسه، ولكن انا بقترح يعني اقتراح. تفضلي. اريد الصبح كده زي باقي القنوات الفضائيه لما نقوم الصبح ان شاء الله يعني الساعه 9 10 ان يكون برنامج للطبخ في اذاعه عمان، في تلفزيون عمان. برنامج فنتمنى هذا يعني ونكتسب خبرات زياده. للعلم بالشيء ان في برنامج متخصص للطبخ بيكون للشيف عيسى، وان شاء الله ان شاء الله يلبي كل طلباتك. ايه بشوف منه حلقات، لكن الدعايه للبرنامج ما في كفايه زي القنوات يعني. بدنا دعايه حلوه وتعرضوا لنا اوقات وشغلات. ان شاء الله ان شاء الله يعني نخلي كل الحريم يقعدوا يسمعوا هذا البرنامج ويشوفوه، لانه جاي علينا رمضان كل عام وانتم بخير. وانتم بصحه وسلامه ان شاء الله، من عيون الثنتين ان شاء الله توصل رسالتك ان شاء الله. تسلمين. ان شاء الله. مشكور مشكور، بارك الله فيكم. شكرا. مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال بعد ناخذ هذا ثالث اتصال بالساعه، بعدين اعطوني شويه استراحه بعد ناخذ المجموعه الثانيه. نقول مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اخوي، من معاي؟ معك عارف الضبار، كيف حالك؟ تفضل يا عارف، تفضل سؤالك. الله يديم فضلك. السؤال الاول انا بطرحه للضيفه الكريمه منوره الشاشه ويا مرحبا بيها. السؤال هو انا سمعت انه بعض المشروبات وشرب الفينتو يسوي يضر لصحة الطفل أو الشخص الكبير في السن، خاصة في رمضان أو أي رمضان. والدانج اللي هو الزجاج هذا أبو الدعاية عارف. اللي بعد السؤال الثاني خلاص عرفنا. إنزين، أول حاجة رمضان أنا أريد من الدكتورة بس تعطينا حاجات اللي هي غير مضرة لنا إحنا كمعاقين وكم مصابين بمرض الضغط. خلاص ان شاء الله. شكرا شكرا يا عارف، تسلم. هو كان السؤال الثاني اللي انا كنت بطرحه بالنسبه هذا للاصحاء، انهم المفروض يكونون دائما في اعتدال. اللي عندهم حالات مرضيه مزمنه، ضغط، سكري، لا قدر الله مثلا عندهم مثلا سرطان او ما شابه ذلك، اللي تستدعي حتى كيف ممكن تكون وجباتهم؟ في امراض مزمنه مثل السكري يحتاجوا، والضغط اذا ياخذوا ادويه يحتاجوا يعدلوا الجرعات مع الدكاتره قبل دخول الشهر، ويحاولوا انه بعد يهيئوا نفسهم. انا عجبتني المتصل من نيوزيلندا. نعم. هي مفادها انه تهيئه النفس. نعم صح ضروري. صح. انا حتى كنت بدخل في عادات غذائيه معينه هي اللي ممكن تسبب لك صداع لحد ما تفطر انت تعبان، لان انت اصلا كنت مدمن قبلها. نعم. على المشروبات المنبهات. نعم. الغازيه كلها تعطيك كافيين، ما تستحمل الصيام. قبل الحين احنا عندنا اسبوعين تقريبا. نعم. وتعمدنا ان تكون حلقه الصيام قبل. نعم. على اساس انه انا اهيئ نفسي قبل دخول الشهر. اذا انا احس انه ممكن اخذ 3-4 اكواب من القهوه او الشاي اخففهم، على اساس لا امر بحاله الارهاق والتعب الناتجه عن فقد. نعم. هذه المنبهات. نعم. خلال اليوم. ممتاز. النظام يختل. فعشان اتفادى اول يوم ثاني يوم يكونوا جدا متعبين، اتفادى هذه العمليه باني اهيئ جسمي قبلها. ممتاز. بالنسبه اللي عندهم الامراض الضغط يحافظ على انه يقلل الملح. الأشياء الدسمة هذه كلها يعني هو ضروري أنه يقلل الحين الأشياء المقلية الدسمة. نعم. الدهون يخفف منها على الأقل. يعتمد على سوائل تفيد، الكركديه احنا طرحناه مرة. نعم. بيتروتس أيضا. شمندر كلها خافضة، ممكن أعتمد عليها كسوائل أفطر فيها مع اللبن. وتنصحين أنه لحظة المراجعة للطبيب مراجعة دورية أنه ينسق مع الأدوية إذا ممتاز. كان يأخذ أدوية ممتاز. أعوض السوائل أيضا ضروري من لما أفطر أوزعها، ما أجي أخذها فجأة كلها على الفطور وأتعب جسمي وبعدين فجأة أخذها على السحور. لا، أخليها معتدلة بكميات بسيطة خلال اليوم كله لحد ما أنام، وبعدين فترة السحور أيضا ممتاز. جانا اتصال من اليمن، نقول مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. يا مرحبا. الو السلام عليكم. يا مرحبا، قالوا لي من اليمن، من السلطنه شكلي.
مين معاك؟ لا لا من السلطنة. يا مرحبا حياك الله، بس قالوا لي في اتصال من اليمن، تفضل يا مرحبا. حياك الله، بس عندي استفسار يعني بغى استفسر عن موضوع. وهو؟ وهو ان في بعض الناس رمضان او الصيام يعني بشكل عام يسبب لهم صداع. كيف يتفادوا يعني الصداع في الايام الاولى رمضان او خلال الصيام يعني؟ ممتاز ان شاء الله. بس اسمك معك امر؟ جاسم البلوشي. حياك الله يا جاسم. في اتصال باقي ولا؟ زين ناخذ الاتصال اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. يا مرحبا. السلام عليكم. يا مرحبا، تفضلي. كيف الحال؟ مين معاي؟ ام المؤيد. ام مؤيد، تفضلي يا ام مؤيد. بس حبيت استفسر بالنسبه لرمضان يعني وشهر الصيام. اللي واحد عنده مثلا نزول في السكر، كيف يعني يحافظ على نفسه؟ ان شاء الله يا ان شاء الله يا ام مؤيد، تسلمي ما قصرتي. اخر اتصال في هالفقره، قول مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. بس يلا ام مؤيد، والنزول في السكر. النزول في السكر يعتمد اذا ياخذ انسولين او لا. اول شيء قلنا احنا يضبط الجرعات كلها مع الدكاتره. الطريقه الوحيده انه انا ممكن احافظ على السكر هي وجبه السحور، مهمه لهم جدا. تكون عاليه الالياف وعاليه النشويات المعقدة اللي قلنا، الخبز الأسمر، الطحين الأسمر، الرز الأسمر، كلها أشياء ممكن يأخذها بحيث أنه تعطي دفعة على الأقل في بداية الصيام لثلث اليوم. وبعدين خلاص الجسم أصلاً يبدأ يكسر الدهون المتراكمة إلى سكريات. وتنصحين لا يراقب مستوى السكر؟ أكيد أكيد لازم. لأنه إذا نزل عن إذا هو يعاني دائماً على الأقل يجرب ويخطر جميع اللي حواليه، لأنه وفي أجهزة قياس بعد سهلة في البيت. غالباً الحين مرضى السكر أغلبهم يقيسوا في البيت. يعني ضرورة أن قصدي كل ساعة ساعة ونص أنها بعد الفطور، ساعة ونص يعني قول أنت مرتين في خلال فترة على الأقل بداية أول كم يوم على أساس يعرف. أنا قاعد أبالغ. ما حد بيجي يغز نفسه كل ساعة. فيقيسه على أساس يتجنب نزول السكر. نزول السكر أخطر من ارتفاع جرعة أنسولين، راح ينزل. نزوله إذا نزل إذا حد معين وما أنقذ هذا الشخص يدخل يعني لا سمح الله في غيبوبة. ممتاز. الصداع. الصداع احنا ذكرنا جزء اللي هي المنبهات احد اسبابها، ممكن تكون من اسبابها نقص السعر. فقلت انا انه تحاول تعوض السوائل بـ 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 على على مراحل يعني خلال اليوم بحيث انه ما تكون كلها دفعه واحده. وجبه السحور مره ثانيه مهمه جدا، انه لحد وجبه السحور انا احافظ على السوائل لحد هذه الوجبه، احاول ما ارهق نفسي بكثره. زين في جانب كذا تحبين تنصحين اللي عندهم امراض مزمنه بما يخص كيف يكون وجبات الافطار عندهم؟ تقسيم الوجبات حتى اللي عندهم امراض مزمنه هي مشابهه لتقسيم الوجبات العاديه. افطار بسيط، بعدين اخلي وجبه العشاء ويعتمد متى الشخص ينام. ووجبه السحور واجد مهمه، رجاء لا حد يعني يحمل يفوت هذه الوجبه، لان هي اللي تخليك قادر انك تكمل يومك. الناس اللي يحبوا ينزلوا وزنهم ايضا قادرين على انهم يمارسوا الرياضه ساعه قبل الفطور بحيث انه يخلص الرياضه على طول يفطر. في مثلا وجبات يعني تنصحين فيهم المرضى تقول والله هذه الوجبه مفيده بالنسبه لك، هذه مفيده بالاسم؟ اتمنى ان احنا ايضا ما نهمل بقوليات. نعم. الحبوب انا دائما اغلب حلقاتنا ارد وارجع في كل الاشياء المفيده، لانها اول شيء مصدر نباتي. المخاطر اللي جايه منها جدا اقل من ناحيه البيدات وكذا. فدائما انصح فيها انها تكون موجوده في السلطات، موجوده في وجباتنا الرئيسيه. حتى اذا انا قاعده يعني ما راح ندخل في تفاصيل الطبخات، بس في طبخات كثيره ممكن اضيف لها انواع كثيره من البقوليات. هذه بعد تعطيني حاله شبع بسيطه وما تعطيني سعرات كثيره، مثل البليله ومفيده والحمص بالتسميات المختلفه. يعني زين ذكر احد المتصلين عن الشراب، نقول اسمه؟ قال بس عشان اوضح لانه في مسجات. خلاص قال الاسم، فيم تو التينك. يلا خلاص زين. الله يعينك. لانه اجت مسجات كانت تذكر ان هم يسببوا امراض كبيره خطيره. احنا ذكرنا في احد حلقاتنا عن السوائل ودخول الالوان فيها. هذه المشروبات كلها مواد حافظه، مواد صناعيه ومنكهات والوان ما فيها خير اساسا. فانا اصلا انصح ان الاطفال خطر عليهم، فكبار واطفال المفروض نقلل منها ونتجنبها. الناس يحولوها جمدوها وسووها ايس كريم بعد كل شيء. احنا نحاول الحين نوعي، الحين في مرحله وعي نتيجه الامراض كلها اللي قاعده تطلع من الطفوله. يعني عاده امراض مزمنه كانت منتشره، الحين امراض نفسيه، امراض مزمنه قاعده تطلع حتى للاطفال، هذه احد اسبابها.
بعد كم سنة وإحنا نشرب. أنا كولية أمر كأم واجب علي بدام سمعت المعلومة أبدأ أطبقها صح حتى الأب له دور فيها. بس محتاجين شوي آلية يكون مقنعة مش كذا قطع. التقليل أنا أبدا ما قلت مقطع أنا قلت التقليل بس في أشياء جدا ضارة خصوصا اللي فيها ألوان كثيرة هذه أنا قلت اقطعوها. جزئية أنا تقريبا خلص الوقت عندي إذا تحبين تركزين على جانب معين كانت هم خلاص الفطرة. أتمنى إنه الواحد يعتدل بالطعام هي كلها المبدأ الاعتدال وأراقب كمية الزيت والسكر اللي قاعد أستخدمه في رمضان إذا استخدمت مثلا في الأسبوع علبة كاملة أو علبتين في شيء غلط قاعد يصير فرجاء انتبهوا لهذه الأشياء استبدالها بطرق طبخ صحية وبعدين ما أنوع كثير لأن التنوع يقضي على الوجبة الرئيسية اللي هي المفروض تكون مفيدة يحسسني بالشبع والتخمة ورفقا بالجهاز الهضمي هاي فرصتي أني أخلص جسمي من السموم أنزل وزني والصحة والشباب إن شاء الله للجميع إن شاء الله شكرا للأستاذة بشاير بنت عبد الله الريامية أخصائية التغذية اللي نورتنا على مدار دورتين في برنامجنا قهوة الصباح ودائما كذا تمتعينا الله يفتح عليك إن شاء الله ميزان حسناتك كل المعلومات اللي أنت ذكرتيها وإن شاء الله دائما هذا اللي نتمنى وأشكركم كثير لاستضافتكم جدا كانت يعني والله حسيت إن أنا جزء من عائلة بالعكس أنت من أهل الدار الله يخليك تسلمين ما قصرت وأتمنى لك إن شاء الله التوفيق يا رب شكرا وإن شاء الله مبارك لها بالدكتوراه إن شاء الله ليش لا يعني أشكر كل من تابعنا وأيضا تواصل معنا في برنامج قهوة الصباح وخاصة اللي تواصلوا معنا من داخل وخارج السلطنة ويعذروني اللي ما قدرت أستقبل اتصالاتهم لأن عندي وقت محدد وفي نفس الوقت أحب أقول اهتموا بصحتكم وتعاملوا مع رمضان مو أن احنا رايحين إلى مجاعة احنا رايحين لجو روحاني وعبادة واسترخاء وأيضا رياضة وصحة واهتمام وجسد وتعديل مجموعة من الأفكار وفترة أيضا الإنسان يجلس مع نفسه حتى يخطط لأهداف إن شاء الله ترضي تبغين تقولين شغلة حسيت خلاص شكرا فاصل وراجعين السبب جايتك من عمان جايتينا جاي بس تواصل واسنة كنا نزور بعض كثير وكنا مترابطين أتذكر الزنجبار ذاك الوقت كانت مثل ما عمان الحين يعني تواصل العرب بينهم وأيام الأعياد وحتى في الأعياد ناس يعملوا رزحة مثل ما يعملوا في عمان الحين من السواحل انتظرونا في رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مش محلل هذا مخلل لا تخليني أفلت عليك هذا الحين يأكلك أكل سلمي يا عالي الكاميرا حبيبي تسمعنا ميدان ميدان شو هيدا مطبار جوتي مالي أفضل من شعرك هذا اللي كل ساعة جلست تعدل فيه أهل المقامات ورسوم عالية عالية
مشاهدينا الكرام، تحية فرقة تيجاني، يعطيكم العافية شباب. وليد داخل طالع معرس ونرحب بفرقة تيجاني اللي ينورون، الله يعطيهم الصحة والعافية. قاعد يقدمون مجموعة مقطوعات موسيقية متفرقة، هذه موسى تأليفكم ولا معزوفة معروفة؟ معزوفة مدموجة. عاملين دمج كذا. حلو حلو حلو، الله يعطيكم الصحة والعافية. عموما من بعد الموسيقى نستمع إلى مجموعة من العناوين الصحفية من جريدة عمان الوطن والشبيبة، وكذلك عناوين متفرقة من الصحف العالمية. نبدأ بجريدة عمان، وخبرنا الأول يقول: مساعدات وقروض سكنية بأكثر من 568 ألف ريال في شمال الشرقية. أيضا من عناوين جريدة عمان: تفقد المواقع المتأثرة بغرق سفينة القار بالقرب من سواحل مسقط. وكذلك من عناوين جريدة عمان: وزير التعليم العالي تبحث التعاون مع جامعة زنجبار. الآن إلى أبرز العناوين الصحفية لجريدة الوطن والعناوين الاقتصادية. فريق عمل من مجلس الشورى يبحث تحديد آلية عمل المحاجر والكسارات. كذلك قمة العرب للطيران والإعلام بصلالة تناقش الأثر الحالي لقطاع الطيران والسياحة على الاقتصاد في العالم العربي. وتسليم سعر نفط عمان خلال أغسطس القادم بمبلغ 98.82 دولار. الآن إلى أبرز العناوين الرياضية من خلال جريدة الشبيبة: حرير للخيالة السلطانية يحقق المركز الثالث بمضمار نيو ييري. وأيضا تواصل فعاليات وأنشطة معسكر شباب الأندية بمحافظة جنوب الشرقية. وصراع العمالقة يتجدد اليوم في كأس القارات بين أسبانيا وإيطاليا، طبعا أمس المباراة كان بفوز البرازيل، السامبا بدعوا بصراحة. الآن إلى مجموعة من الأخبار العالمية: هولندا اختراع ملابس تعمل بالطاقة الشمسية لشحن أجهزتك الشخصية. تخيلوا قمنا بنلبس ملابس عشان نشحن الأجهزة الذكية، صرنا احنا خدامها، يلا بدل ما هي اللي تخدمنا يعني. انطلاق فعاليات مهرجان الغردقة الدولي لتبادل الثقافات بمشاركة 14 دولة. وعلماء يكتشفون نجما مجاورا للأرض تدور في فلكه 3 كواكب قابلة للسكن عليها. يلا خلوا الواحد يحجز له مكان من الحين. هذه كانت أبرز العناوين من خلال صحفتنا لصبيحة هذا اليوم، والآن نبقى مع تقرير حول العالم وراجعين. فان سوايا في قلب مدينة نيويورك يقدم المعرض 100 عمل فني استخدمت فيه المكعبات أو الليجو. عملت على مواد كثيرة، ولكني تساءلت منذ الصغر هل بإمكاني أن أخرج منحوتات بالحجم الطبيعي من مكعبات الليجو، وجاء رد الفعل رائعا. الليجو جعل تذوق هذا الفن قريبا من الأطفال والعائلات، فجميعنا لعبنا بالمكعبات في مرحلة من عمرنا. جسدت بعض المعروضات أناسا بالحجم الطبيعي وبعضها الآخر لشخصيات شهيرة، وأطلق على هذا العمل الفني الأصفر، ويتألف من أكثر من 11,000 مكعب ليجو. أما منحوتة القناع فتكونت من أكثر من 10,000 مكعب، واستغرق العمل عليها شهرا. وتمثال الديناصور فوصل طوله إلى 6 أمتار، واستخدم فيه نحو 80,000 مكعب. الأطفال هم أكثر من استمتعوا برؤية المعروضات وانبهروا بالتي خرجت عليها الأعمال الفنية. واستخدم الفنان أيضا المكعبات في تقليد لوحة يوهانس فريمر الفتاة ذات القرط اللؤلؤي. وحتى الملكة الفرعونية نفرتيتي فقد حول ناثان تمثالها الشهير إلى عمل فني باستخدام الليجو. طاف المعرض أستراليا وسنغافورة وتايوان، إلا أنه سيظل مفتوحاً للجمهور هنا في ديسكفري تايمز سكوير حتى يناير القادم. أميني صالح، رويترز. أثاري مشاهدينا الكرام، وحديث شيق قبل ما نطلع على الهواء مع صديق وعزيز وحبيب في نفس الوقت الدكتور محمد بن سيف الحبسي. يا مرحبا فيك، حياك الله دكتور، نورتني والله.
التواصل الجميل. الله يخليك تسلم. الله يعافيك. وانا قلت اليوم ما بتقهوى في البيت خصوصا اشرب قهوه الصباح. الله يخليك يسلمك. احنا اليوم يعني وجودك معنا ومنورنا كرئيس مجلس اداره معهد الفنون للتدريب الاعلامي وكذلك المسرح. حياك الله دكتور. نورتنا. سعيد سعيد بوجودك. جزاك الله خير. ايضا نرحب بوجه وهو احد اعضاء هذا المعهد والمتدربين من خلال دوراته وورش العمل تسنيم بنت سيف ولد حسن. نقول لك مرحبا فيك. حياك الله نورتينا يا تسنيم. يعطيك العافيه. انت الصف الحادي عشر. أيوه. قبل شوي انا والدكتور قاعد نقول الصف الحادي عشر يعني الثاني ثانوي. أيوه. كان سابقا انا دائما اقول يعني لما يقول الحادي عشر والثاني عشر. أيوه. دائما اقول ابغي تفسير لهذه. أيوه. الارقام. تعودنا على الاول ثانوي والثاني ثانوي. صدقت الله. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. عموما احييكم على دوراتكم ومجالاتكم اللي قاعد تقدمونها بين فتره وفتره، بس تعطيني فكره ولو مبسطه بالنسبه للورشه اللي انتم وصلتها حاليا. طبعا بداية نحن دائما نقول أن التواصل من وإلى أجهزة الإعلام المختلفة الإذاعة والتلفزيون هي جزء يتجزأ من أهداف معهد الفنون للتدريب الإعلامي والمسرحي. نعم. باعتبار أن المعهد هو همزة وصل ومكمل لما يمكن أن تساهم به. نعم. مثل هذه المؤسسات. نعم. التي تهتم بجوانب الإعلام وغيرها. في هذه الفترة طبعا نحن خلال فترة الصيف سعينا في كل عام من خلال معهد الفنون للتدريب الإعلامي والمسرحي أن يكون هناك برنامج تدريبي لطلاب المدارس. وهذا طبعا البرنامج هو يشمل كل المراحل التعليمية من ربما نحن هذا العام من صف يمكن من عمر 7 سنوات. نعم. إلى تقريبا صف 12 أو 17 سنة. وهي باقة صيفية منوعة. نعم. من خلال مجموعة من المحاور المختلفة. وطبعا تسليم المشاركين في هذا البرنامج الصيفي، وسبق أيضا ربما تحدثكم بعدين. نعم. عن مشاركاتها السابقة سواء في المقاطع وفي البرامج التدريبية. نعم. المحور الصيفي لهذا العام هناك مجموعة محاور في الإلقاء والخطابة. نعم. وفي فن المسرح. نعم. وإعداد الممثل وفي. نعم. التصميم. نعم. وأيضا في التصوير الفوتوغرافي وفي. نعم. فن الكتابة. نعم. بجانب أيضا هناك بعض البرامج أيضا الترفيهية والتعريفية. نعم. التي من خلالها نحن نحاول أن نوضح دور الإعلام والمسرح في كثير من البرامج التوعوية والإرشادية. وهو طبعا ما سعينا خلاله أيضا أن يكون المعهد بجانب برامجه التدريبية التي يسعى فيها للكبار والصغار أيضا. نعم. أن يكون هناك أيضا دور كبير لهذا المعهد في البرامج التوعية. وطبعا قبل يومين كان معنا تواصل معهد الأخوة فيما يتعلق ببرامج السلامة المرورية. نعم. ونحن دائما نسعى لأن نكون مشاركين ومساهمين في كل برامج التدريب بجانب أيضا البرامج التوعوية والإرشادية وكل ما يمكن أن يساهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي والمسرحي في سلطنة عمان، وبجانب أيضا المساهمة في كل ما يمكن أن يساهم به المعهد. ممتاز. سواء من قريب أو من بعيد. ممتاز. على المستوى المحلي وعلى المستوى أيضا الخارجي، وربما لاحقا إذا كان هناك وقت نتكلم عن بعض البرامج ما بعد البرنامج الصيفي. أنا بأخذ من عندك تفاصيل بس تهمني، بس إذا كان ممكن بإيجاز بما يخص عملية الانتساب، هل الباب مفتوح للحين؟ طبعا. ولا خلاص اكتفيت البرنامج الصيفي؟ طبعا لا يزال المجال مفتوح. هذا البرنامج مستمر لحد الخميس القادم الأسبوع. نعم. القادم. ومن يرغب طبعا المشاركة في هذا البرنامج الصيفي من المحاور المتبقية. نعم. نحن نرحب به ونرحب أيضا بكل من يرغب في المشاركة والتسجيل في. ممتاز. برامج المعهد من خلال برامج الأطفال وبرامج طلاب المدارس خلال المرحلة القادمة. ممتاز. إن شاء الله. ممتاز. تسنيم أنت أي مجال ماخذه؟ كله. أنا أريد التمثيل والإلقاء. أنت يعني داخل مجال مسرح الطفل حاليا يعني؟ أيوه. حلو إنزين. خليني ما كنا الدكتور موجود. أنا إيش أكثر يعني شغلة حسيت إني والله اكتشفتيها إن مثلا تحسنت عندك، والله اكتشفتي معلومة مفيدة فادتك كيفية الوقوف على خشبة المسرح، حسن الإلقاء، مخارج الحروف؟ هو في واجد نقاط تعلمناها في مسابقة المذيع الصغير. كان في نقطة ما كنت أعرفها، ودائما لما مثلا أبدأ أتكلم لازم أشرب ماء بارد. نعم. فهم أن الماء الساخن يساعد الأحبال الصوتية، فهذه النقطة كانت واجد مهمة، وإذا أنتوا يعني أي حد يعني أشوفه عارفه أخبره في هذه النقطة لأنها واجد مهمة. حلوة واجد. ممتاز. أنت قلتي الحين مذيع الصغير وخشبة المسرح، وين أقرب لك أنك تكونين ممثلة على خشبة مسرح ولا تكونين يعني معلقة لحدث معين أو معرفة بحدث معين كما يطلق عليه في بعض المدارس عريف الحفل؟ أي عريف الحفل. هو يعني مجال الإلقاء. شوف يعني أكثر التمثيل يعني مجرد حب، أما يعني الإلقاء يعني
أريد يعني أن أكون فيه، وحابة يعني واجد أني أكون مذيعة. إن شاء الله راح أكون في المستقبل مذيعة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. إن شاء الله تكون مكاني في المستقبل يا رب. إن شاء الله. نحن دائماً أستاذ عبد الله طبعاً نسعى من خلال المعهد، وإذا ما ذكرت تسنيم أنه خلال الفترة الماضية المعهد نظم مسابقتين على مستوى، نحن نفخر بكنا نظمناها كمعهد فنون بالتعاون مع جميع المؤسسات الإعلامية، والشكر طبعا موصول لهيئة الإذاعة والتلفزيون والإذاعات والصحف المختلفة. مسابقة المذيع الصغير والتي استقطبت ما يقارب حوالي 80 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، ليس نقول من محافظة مسقط، وكانت الحمد لله مسابقة نعتقد أنه في مرحلتها الأولى ناجحة، واستطعنا من خلالها أيضا أن نفرز مجموعة من الأسماء والأصوات الجيدة التي ربما بعضها صار له تجارب ومشاركة في العمل الإعلامي على المستوى ربما المحلي وحتى على المستوى المدرسي كما يقال أيضا. والمرحلة الثانية كانت مسابقة المعلق الصغير، وأيضا أفرزت مجموعة من الأصوات أيضا والأسماء. نعم، في سؤال يطرح نفسه دائما، أنا أذكر لما كنا حتى صغار ودخلنا المجال مثلا يكون عندنا طموح لهدف معين أو خط معين، بس لما يكون في أكاديمي مثلك وشرواك متخصصين وناس عندهم ذوي الخبرة، يمكن على رأسهم الأستاذ هلال الهلال نقدم له تحية صباحية، شكرا تقدير للجميع، وكل القائمين على هذا المعهد، يصير في ملاحظة والله هذا الطفل أو هذا الشاب أو هذه الشابة ما شاء الله عندهم قدرة في جانب معين بس هم مش منتبه له. بالضبط. فيسيب بالضبط. ترى ركز على هذا المجال، ترى أنت عندك شيء أنت مو منتبه له، أو خط وموهبة من الله سبحانه وتعالى، بس أنت كيف ممكن إذا كان في شغلات أبهرتكم أو لفتت نظركم لحظة التدريبات أو ورش العمل؟ تعرف أستاذ عبد الله، من خلال برامجنا نحن أقمنا أكثر من برنامج تدريبي للأطفال وطلاب المدارس، بجانب أيضا نحن كمعهد نقوم أيضا بالزيارات الميدانية لجميع مجموعة من المدارس التي تطلب من المعهد أن يكون هناك أيضا دورات ومحاضرات وورش عمل، ليس بجانب تجاري ولكن من جانب مهني وتعاون بشكل كبير جدا مع الأعمال التطوعية. وكثير آخر فترة كنا في ملتقى بدبد الصيفي وشاركنا أيضا بورشة عمل في مجال الإعلام والمسرح، وفعلا كان هناك مجموعة من الأسماء والأصوات في مجال الإعلام والمسرح، ونحن بدورنا نقوم بتقديم هذه الأسماء أيضا إلى فيما يتعلق سواء العمل الإعلامي أو العمل المسرحي. تسنيم أيضا ربما كما احنا عرفنا من خلال مجموعة المشاركين في البرنامج الصيفي هي أيضا منتسبة لجماعة النشاط المسرحي في المدرسة. ممتاز. وأنا خبرتهم أيضا في محور المسرح بأن المسرح هو رسالة، ورسالة مهمة جدا ربما تفيد الطالب ليس فقط في مجال التمثيل. لأنه وأنت أستاذ عبدالله منكم من العارفين لهذا الموضوع، المسرح منذ الزمن القديم وكان هو رسالة توعوية وإرشادية، واستخدم حتى المسرح الإنسان الإغريقي في تعليم أبنائه. صحيح. وطبعا هذه الرسالة تطورت ما بعد عصر النهضة. نحن ننتقي ونلاحظ هذا البرنامج الصيفي في مجموعة من المحاور، ومن خلال المحاور نحن نستطيع أن نكتشف أن هذا الطالب ربما هو متميز في جانب وربما نجده أحسن من الجانب الآخر، فنحاول أن نتبناه وأن تكون له فرصة خلال البرامج القادمة. دكتور الحوار معك ممتع كثير، ولكن أتمنى أسمع جزئية بسيطة، إيش تحب تقولين تسنيم بما يخص طموحك إن شاء الله في المستقبل؟ أنا أشكر مع أول المعهد والأستاذ محمد الحبسي والأستاذ هلال الهلالي، لأنهم هم يعني بذلوا مجهود في هذا الصيفي وعلمونا أشياء يعني ممكن تفيدنا في المستقبل، وممكن يعني إن شاء الله أكون معهم في المعهد. إن شاء الله تكون أيضا في التلفزيون معهم. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بالتوفيق يا تسنيم. كلمة أخيرة دكتورة تحب تقولها في هذا الموضوع؟ والله أنا أشكركم سيد عبد الله على هذا التواصل الجميل، وأشكر تسنيم وأشكر كل من شاركوا في هذا البرنامج الصيفي، ونعد دائما طلاب المدارس بأن المعهد الفنون للتدريب الإعلامي والمسرحي هو حاضر لكل ما يمكن أن يساهم في تطوير كل الإمكانيات الأطفال وطلاب المدارس من خلال البرامج المختلفة سواء في المسرح أو في الإعلام أو في الصحافة، وخلال المرحلة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة من البرامج الخاصة للأطفال وطلاب المدارس، وشكر وتقدير لكل المساهمين والمشاركين في هذه البرامج. شكرا دكتور محمد بن سيف الحبسي، وأيضا شكر موصول للتسنيم، يعطيك العافية ولد حسن. أنا سعيد كثير بوجودكم معنا في برنامج قهوة الصباح، وسمحوا لي على الإجازة لأن عندي وقت محدد. سمحوا لي، يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. فاصل قصير من بعد ما نتابع تقرير، بعد التقرير عندنا سالفة اليوم، فلا تروحون بعيد. يعد مسرح الأطفال من الوسائل التربوية والتعليمية التي تسهم في تنمية الطفل تنمية عقلية وفكرية واجتماعية ونفسية،
وعلمية ولغوية وجسمية، فهو فن تمثيلي موجه للأطفال يحمل منظومة من القيم التربوية والأخلاقية على نحو نابض بالحياة من خلال شخصيات متحركة على المسرح. مما يجعله وسيلة هامة من وسائل تربية الطفل وتنمية شخصيته، سيما وأن الطفل يرتبط ارتباطا جوهريا في التمثيل منذ سنوات عمره الأولى، عندما كان يحول خياله الإلهامي إلى لعب، وهو مسرح إلهامي يؤلفه ويخرجه ويمثله الطفل ذاته. لذلك تكون علاقة الطفل بالمسرح علاقة اندماجية، وهنا تكمن أهمية المسرح وخطورته. لذا تكمن أهمية مسرح الطفل في أنه يحقق للأطفال العديد من العادات الاجتماعية والقيم السلوكية الجميلة، وتسلية الطفل وإمتاعه وتعزيز الثقة بنفسه، سيما للأطفال المشاركين بالتمثيل. ويحرك مشاعر الأطفال ويهذبها على نحو سامي، كما أنه يعالج الانطواء وعيوب النطق. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى سلفة اليوم. فسلفتنا الله يسلمكم باختصار هي واحدة من وسائل الخدمية الموجودة في حياتنا، وهي استخدام البطاقة البنكية. في منهم يفضل أن يستخدم النقد، يعني يكون الصرف عن طريق النقد، وفي بعضهم يفضل البطاقة البنكية بمختلف أنواعها وكذلك خدماتها، وخاصة في مراحل السفر. فإحنا قلنا خلينا نشوف وجهة النظر، هي سلفتنا الصباحية اليوم. هل أنت من الناس اللي يفضلون استخدام البطاقة البنكية، أم أنك تفضل أن يكون معك النقد وهو الكاش ماني زي ما يقولون بالمعنى المتعارف عليه، ويكون مطمن كم صرفت كم خذيت؟ يقول لك البطاقة بعض المرات تخليني أصرف بدون ما أحس. وصلتني مجموعة من الرسائل، أحد على ما توصل الاتصالات وتجهز معانا. أيضا وصلتني رسالة تقول نقدا مع كل فرد مبلغ، يعني هو يحب يفضلون أنهم يكون كل مجموعة منهم يكون عندهم المبلغ اللي هم حاطينه في بالهم. في بعضهم قالوا لي أن أفضل استخدام البطاقة البنكية في جميع معاملاتي حتى لو كانت داخل السلطنة. أيضا البنكية تكون أسهل من النقد في عملية التعامل، كذلك البطاقة البنكية يفضلونها. صراحة الطالع يقول بصراحة أفضل في وقت السفر باستخدام البطاقة البنكية الأكثر، لأنها أمان ومن استخدام النقود، وسحب المبلغ يكون على حساب الرغبة للاستخدام، ولو أنه في الدول الغربية ما حد يعطي ثقة، بعض الناس يفضلوا البطاقة البنكية والبعض الآخر يفضل النقد. يعني هو باختصار يفضل البطاقة البنكية في كيفية التعامل معها. إذا جهزت اتصالات ياليت تعطوني خبر. أيضا أحد يقول زيد أيضا كثير من الناس تفضل عملية البطاقة البنكية. فأنا لي صديق أنه يفضل البطاقة البنكية لسبب، يقول أني ما أحس في عملية الصرف وأحسب، لما يكون فلوس بيدي وأصرفها أكتشف أني أنا صرفت مبلغ وقدر، ولكن بالبطاقة نوعا ما تأنيب الضمير يكون أقل لأن ما شفت مبالغ أنها كان تصرف. حسام يقول السلام عليكم، طبعا أفضل استخدام البطاقة البنكية خلال السفر لأنها أسهل وأمان من السرقة، وتقبل مروري مشكور كثير. المنذري يسعد صباحكم، البطاقة البنكية لأنها أفضل من النقد وأسرع كذلك في الاستخدام، ولكن في بعض المواقف المحرجة اللي تسببها بعض مرات البطاقة البنكية أنها تتعطل أو ما تشتغل، فنطيح في حرج يعني، أو تكون الجهاز ما يستقبل هالنوعية من البطاقات، فصير قصة في النهاية. اللي يحب يتواصل معنا على 2494-3701 ومن خارج السلطنة، ما عليه اللي يحط فتح الخط اللي هو 00968 ويحط بعدين الرقم اللي ظاهر على الشاشة. وسؤالنا بما يخص البطاقة البنكية، هل أنت من الناس اللي يفضلون استخدام البطاقة البنكية، أو أنك تفضل أنك تستخدم في إجراء معاملاتك من خلال أنك تدفع بالكاش مبلغ نقدي؟ إذا ما في اتصالات عطوني خبر عشان أكون كذا أقدر أحد
ما في. عموما احنا بنقرا اخر الرسالتين عشان نستقبل ضيفنا القادم والعزيز على قلبنا، لانه محتاج يعني نفرد له مساحه من وقت برنامجنا. اذا يعني اتفاق كامل على ان استخدام البطاقه البنكيه هو افضل من عمليه استخدام البطاقه النقديه. بس قالوا لي في اتصال الحين. يا مرحبا، السلام عليكم. يا مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله، كيف الحال؟ يا مرحبا، من معاي عيسى. معك حسن احمد البدوري. حسن، تفضل يا حسن. يا مرحبا. بالله بغيت اشارك شغله اليوم. وطبعا افضل اني استخدم الكاش احسن عن البطاقه. ليه؟ لان احيانا البطاقه تحصل بعض المشاكل، تواجه بعض المشاكل، يعني يعني يمكن ما يشتغل الجهاز او كذا. ف يعني يمكن يعني هذا رايي انا. لا لا لا، حلو حلو، احنا بس ودنا نعرف، لان في بعضهم يقول لك انا افضل البطاقه، حسن يقول انا افضل اني ادفع بشكل نقدي. شكرا يا حسن. في السفر يعني افضل البطاقه، يعني في السفر امن وسيفتي. ممتاز، في السفر تفضل البطاقه، ولكن داخل السلطنه تفضل انه يكون نقدي. أوكي. شكرا يا حسن، تسلم، يعطيك العافية. إذا في اتصال بس تعطونا إياه على السريع. نقول مرحبا، السلام عليكم. أم أسعد تفضلي. أيوه. يا مرحبا، هلا والله، تفضلي. لو سمحت بس بغيت أستفسر عن فعاليات الصيف للأطفال. وين جيل؟ والله أي قصدك الموضوع اللي قبل شوي كنا نتكلم فيه؟ أيوه اللي قبل شوي. إن شاء الله بس أعرف التفاصيل وبارد عليك إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. مشكورة يا أم أسعد. شباب بس تسألون الدكتور محمد وين موقعهم، وإذا كان في لهم أرقام عشان ننوه لأم أسعد بالنسبة للمعلومة. اتصال جديد، نقول مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. عموما كان سعيد العامري. يا ليت اللي يقول لي بالنسبة للاتصالات يكون شخص واحد. مرحبا سعيد، شخبارك؟ حياك عبد الله، شخبارك؟ تفضل، حياك الله، يا مرحبا. الحمد لله بخير، الله يعطيك. يا مرحبا، تفضل يا سعيد. بس عن البطاقة الحين تتكلمها؟ احنا نتكلم البنكية. هل تفضل استخدام البطاقة البنكية ولا تفضل تستخدم الكاش في عملية الدفع بشكل صراحة نقل؟ عبد الله أحسن يكون الكاش. لأن البطاقة البنكية يمكن تكون خربانة أحيانا. إي نعم. وأنت في أزمة محتاج تروح عند شخص ثاني فيعطيك البطاقة وتعطيه أنت كاش. تمام. ومن ناحية السفر أحسن البطاقة يعني. شكرا يا سعيد، تسلم، أنت كده آخر متصل معنا في هذه الفقرة. بالنسبة لتقريرنا القادم إن شاء الله بيكون عن أحد المسلسلات الدرامية المحلية، جمعة في مهب الريح، نتابع هذا المسلسل، بعدها بيكون معنا ضيف عزيز على برنامجنا قهوة الصباح. هذا المسلسل من المسلسلات العمانية القديمة والتي عرضت في منتصف الثمانينيات. يحكي قصة شاب تعصف به رياح الحياة من كل جوانبها فلا يجد لها حلا. أبطال هذا العمل هم الفنان صالح زعل وسعود الدرمكي، والفنان الراحل سعد القبان، والفنانتين فخرية خميس وأمينة عبد الرسول. ألف المسلسل نبيل حراك وأخرجه حسن حافظ. سلمان. نعم. تو أنت من غبشي قاعد تكلمني؟ ابدا، انا كنت اكل المصنع وكنت اطمن على الشغل يا حبيبتي. بس ايه سير حبيبتي وحبيبتي، ما كنك عادك كبرت على هذه الالفاظ. عندك بنت عبسن زواج والشيب ترستر شعر راسك، بعدك حبيبتي وحبيبتي خالي. يا الله العظيم فروطيه ذي نوبه. بس الحب ما يعرف كبير وصغير يا حياتي. فك حلقك بعد، فكه، ما حد سمعك يا حياتي، حتى طالع منك مرة ماسخة من غير طعم والله العظيم. المهم يلا خلاص، أنا رايح الشركة، عندي اجتماع مهم اليوم. سلمان. نعم نعم. وينك يا جمعة؟ وينك يا جمعة؟ وينك يا أستاذ حسن؟ جمعة ما تأخر، بس إحنا اللي مبكرين شوية اليوم. المفروض أنه بيوصل قبلنا، لأن المدير العام قال لازم نحن نوصل قبل الدوام بساعة. ولا نسيتي؟ لا أنا ما نسيت، بس أنت اللي نسيت تقول لي جمعة، لأنك عطيته أوراقك وأوراق الموظفين عشان يخلصها، وقلت له بعدين مع السلامة يا جمعة. هذا الكلام حصل؟ كان مفروض يحس بنفسه ويعرف أن المدير العام قال لنا إحنا نجي مبكرين وهو ماشي.
بالله عليك هذا منطق هذا؟ كيف تريده يعرف وانت ما قلت له؟ يلا الحين عاد بنستعد عشان نروح الشغل، تلبس وانت جاهز وانت كشخ شويه، يمكن نعجب نجوى يمكن ما نعجب، لا تشوفني خصب ولا ابغاه وبعدين ما تحبني. مشاهدينا الكرام، هل علينا بعطره وطلته وبهجته وابتسامته وروحه الطيبه وصوته ما شاء الله تبارك الله الصوت الرخيم اللي يريح القلب، الاستاذ محمد بن سيف، محمد المرجبي، انا محمد بن علي، لان عشان موضوع الاخت اللي اتصلت، محمد بن علي المرجبي، ابو علي يعطيك العافيه، الإعلام القدير، الله يعطيك الصحة. وش اللحية العجيبة، حركات يعني شوية لوك شوية تغيير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويعافيك عبد الله، كيف حالك؟ الله يعطيك الصحة، مبروكين على الاستديوهات الجديدة. تسلم، ما قصرت، مشكور مشكور، أنت عزيز وغالي دائما. برنامج من السواحل أعتبرها هي التجربة الثانية لتصوير لك، سابقة مع الأستاذ محمد توبي، نقدم له التحية. كان هذاك برنامج وثائقي، فيلم تسجيلي نقدر نقول. هالمرة لا بيكون على مدار الحلقة، هي سلسلة يعني احنا بديناها في 2001 اللي هو أثر التواجد العماني في شرق أفريقيا، ثم في 2005 ثم 2012-2013 وفي قادم أعتقد 2014 إن شاء الله. يعني هي مجموعة رحلات إن شاء الله يا رب مكوكية. الله يعطيكم الصحة والعافية. بعد إذنك أنا بس ممكن بقدم تحية لطاقم العمل، أستاذ محمد التوب على رأسهم بمجال التصوير، أستاذ محمد الفارسي، وفي نفس الوقت شيخان العبري، نقدم له تحية في الصوت ما شاء الله، حتى كذلك في تنسيق الإضاءة، وعلى رأسهم المخرج أحمد الحضر، الله يعطيه الصحة والعافية. في طاقم إنتاج أتوقع معكم، وفي طاقم هنا في جنود مجهولين أكثر من شخص، وفي أعتقد الأستاذ فتحي محسن شغال على الموسيقى وحبيبنا. التفاصيل الآن أكثر يمكن عند أحمد الحضري، إنما هالفريق اللي تفضلت به قام بمجموعة رحلات. إحدى الرحلات يعني بعضهم هم في موضوعين، نعم، عشان ايش رايك نعرف الموضوعين بعد ما اشوف له الفاصل الاعلاني حول هذا البرنامج، نتابع مع بعض. تمام. يعني سبب جيتك من عمان؟ جيتنا جاي بس تواصل واصل. نزور بعض كثير، كنا مترابطين. أتذكر زنجبار ذاك الوقت كانت مثل ما عمان الحين، يعني تواصل العرب بينهم، وأيام الأعياد، أيام الأعياد، وحتى في الأعياد ناس يعملوا رزحة مثل ما يعملوا في عمان الحين. من السواحل، إذن هذا العمل إن شاء الله اللي بينور على شاشة تلفزيون السلطنة خلال شهر رمضان المبارك بطلة أستاذ الحبيب أستاذ محمد بن علي المرجبي. خليني شوي أتكلم هنا في تفاصيل، وقلت إن في موضوعين، خلينا نعرف الموضوعين بعد آخر التفاصيل اللي في بالي. طيب، الموضوع الآخر مش من السواحل. نعم. الموضوع الآخر هو في أفلام تسجيلية شغالين عليها. ممتاز. يعني لعلي أقدم بي أنه إحنا نعرف تاريخ عمان والعمانيين مع شرق إفريقيا، نعم، يعني تاريخ تراكمي يزيد على 1000 سنة ماضية. نعم. اليوم توجد جالية عمانية في ما لا يقل عن 6 دول في شرق سط إفريقيا. المركز هذه الحضارة هو زنجبار، جزيرة زنجبار بتوأمها زنجبار وبيمبا اللي العمانيين يسموها الجزيرة الخضراء. فإحنا شغالين على أفلام تسجيلية نكمل الدول التي لم نزرها من قبل، هذا بالتوازي. بالنسبة لشغل رمضان عشان أكون مركز أكثر،
هو هذا العمل من السواحل. وخلني أوضح التعبير. ليست من السواحل وإنما من السواحل. من السواحل. أيوة. زين حلو. هذه محاولة إحياء مفردة قديمة. كانوا العمانيين إذا راحوا إفريقيا يقول رايح السواحل. أي نعم. وفلان سواحلي. أي نعم. وفلان يتكلم السواحلية. أي نعم صحيح. تمام. فهي المفردة السواحل. ما كانوا يروحوا يقولوا رايحين زنجبار إلا قليل أو يقولوا رايحين إفريقيا، لكن رايحين السواحل. ويقول لك فلان ربى السواحل يعني ولد هناك. فهي محاولة إحياء هذه المفردة الجميلة. أنا أعرف أنها دقيقة وراح تمر على كثيرين، لذلك أحاول أوضحها. لا لا ممتاز، أنت نورتني. أنا هي أنا كان دائما مرتبط أنها هي جاي من الساحل. هي الساحل. بس كانت المفهوم يعني هي فعلا الساحل وسواحل شرق إفريقيا، لكن أن عرفت كذا على الأقل في المناطق اللي هي النسبة الأكبر منهم اللي راحوا إفريقيا. يعني إن حددناها تقريبا بالشمال الشرقية والداخلية هم أكثر نسبة راحوا إلى إفريقيا. راحوا إلى السواحل. ممتاز. هذه التسمية. خليني شوي من خلالك. أنا أحب دائما بعض المرات، تعرف الحين في القنوات الفضائية في تسابق خلال شهر رمضان، والمشاهد يكون متشتت يعني بالمتابعة من برامج من أعمال درامية وغير ذلك. فأنا أحب دائما بين فترة وفترة أن أعطيه إضاءة، أن أركز على هذا الجانب. زي ما أنت الحين عطيتني تفسير وملاحظة تجاه العنوان، إيش تحب المشاهد أن يركز عليه من خلال هذا العمل؟ يعني بعد شيابنا اللي شفناه العام الماضي، هذا العام محمد المرجبي والطاقم اللي قاعد يشتغل معه، تبغى وين العناوين اللي ركز عليها؟ خلنا نفترض شخص لا يعرف تاريخ عمان، لا يعرف إيش علاقة العمانيين بزنجبار. أثبت هنا أن الحلقات كلها تأتي من زنجبار فقط. نعم. وليس من البر والدول الأخرى. نعم. فقط من زنجبار. 30 حلقة اللي راح يعرضوا كلهم من زنجبار. نعم. وبيمبا. نعم. اللي هي تشكل زنجبار. نعم. أعتقد هكذا أنه اللي ما يعرف هذا التاريخ ما يعرف إيش علاقة العمانيين بزنجبار. لو تابع هذا البرنامج على الأقل معظم حلقاته. نعم. نعم. مش بالضرورة 30 حلقة. سيعرف ماذا تعني لنا زنجبار. زنجبار بالنسبة لنا شيء جميل. نعم. زنجبار بالنسبة لنا حضارة. زنجبار بالنسبة لنا امتداد حضاري، عمق. نعم. نعم. حضاري. نعم. كل هذه الأشياء البرنامج سيرد على تساؤلات كثيرة في الأذهان، ربما البعض لا يعرفها. بل هناك محاولة للرد على بعض المغالطات أيضا. نعم. أو بعض المفاهيم الخاطئة ستمر من خلال البرنامج. صح أنه يعني البرنامج اشتغلناه في وقت قياسي جدا. نعم. يمكن ما يصير نزكي أنفسنا، ولكن أنا أزكي الفريق. الزملاء. نعم. اللي أنا وياهم اشتغلوا بروح الرجل الواحد. اشتغلوا بكل إخلاص. بكل ما أوتوا من خبرة ومن طاقة. يعني ما في يوم راحة حتى يخرجوا بهذا العمل. ففعلا أخلصوا في عملهم. يبقى ما هي النتيجة؟ ما الذي سيظهر؟ هذه نتركها. أنا شخصيا أصلا أخاف أروج لعمل أقوم به. لا تستحق. لكن أتمنى أنه يلقى القبول. نعم. إذن خليني شوي، واتمنى اجابتك شفافيه، يكون فيها شفافيه. عتبنا تعودت من غير كذا. لا لا انت دائما ما شاء الله شفاف ونبق الى حد انك تخجل. السؤال هو ان جاء يعني من الاصدقاء المقربين عتبنا في مراحل معينه عدم اثبات التواجد العماني وحضارته. يعني امس انا قاعد اقرا مقال او الاسبوع الماضي مقال لقطعه نقديه موجوده في استراليا. صح. وهذه تثبت ان التاجر العماني وصل هذيك المنطقه. نعم. في بعض القنوات الفضائية أو المشتغلين في البرامج التسجيلية على مستوى العالم لما يروحون حتى إلى شرق أفريقيا يقول تواجد العربي. العربي. على أنه هو التواجد في الأصل كان هو التواجد العماني. هل نقدر نقول بيزيح شيء من الحرج تجاه هذا الموضوع من خلال هذا البرنامج والسعي بالنسبة للبرامج التسجيلية القادمة حتى 2014؟ حتى هذه حاولنا نرد عليها. وهذا هذا النكران والجحود للأسف من أشقاء عرب. نعم. عندما يذهبوا ويروا أن الشخص
يعرفوه عماني. نعم وزي وزي وكل شيء. ثم يقول لك العربي يا أخي في 22 دولة 21 دولة عربية. نعم. من اللي راح؟ نعم. اللي حكموا هم العمانيين. وأيضا كان معاهم الإخوة اليمنيين الحضارة. نعم. بالذات. نعم. لهم وجود. نعم. إنما النفوذ والحكم ووجود هالحضارة هي للعمانيين. نعم. أما أن تظهر لك قناة عربية تظهر شخص في شرق افريقيا عماني الطلعه من هنا. نعم عشان ما يبان الكاميرا من هنا ماخذ. نعم. حتى ما يبين الباقي. هذا ليش؟ يعني شيء غريب وشيء مستفز. لكن نحن نشتغل بشكل هادي يعني. نحن لسنا صداميين هذه. تربينا على كذا. صحيح صحيح. لعل البرنامج يرد على بعض هالحركات اللي ابد مش ذوق اللي قاموا بها. ولا يصح إلا الصحيح. فعلا خلال هذه بل ألصقت فينا تهم يعني. نعم. في حضارتنا. نعم. وحكاية تجارة الرقيق. نعم. وحكاية أعطيني صورة واحدة من الصور المؤرشفة عندما يستعبد الناس ويغلوا بالحديد وراها شخص عماني. نعم. وراها شخص بي. نعم صحيح. في معظم الصور ويجر الناس ثم تلصق بنا نحن يعني. كان من أشهر الأفلام من السينمائية كان كونتاكنتي. كونتاكنتي ذا روتس. أي نعم. الجذور. أي نعم. يعني بالله إحنا اللي مودين. احنا ما وصلنا بمين عشان نجيب ناس من هنا. خليني بعد هذه قضية طويلة عريضة وفيها من خلال متابعتك وكان بالنسبة للبرنامج اللي هو منس. انا ما ودي اطلع من البرنامج بس هذه مادة كانت ثرية يعني من تجربتكم من بداية الألفية الثانية يعني 2001 تقريبا انتم بديتوا 2002 تقريبا. اول جزء كان في 2001. أيوة. من 2001 كونتوا ثنائي انت ما شاء الله مع الاستاذ محمد التوبي. صح. وعملتوا برامج تسجيلية رائعة من خلال الصورة طلعت ارشيف يمكن احنا كجيل ما شفناه. وانت ما تحس ان بعد مرات ان احنا نتحمل شيء من المسؤوليه ان ما كنا عندنا المبادره والقوه ويعني في تسليط الضوء ان كانت على ثقافتنا او الصحه او الجريده كانت موجوده منبعها كانت ابو مسلم النبهاني يعني ان كانت انطلاقه الصحافه البهلاني عفوا. نعم. وانطلاق صحافة ورواد وبرلمان واستقبال الملكة البريطانية. ما تحس ان احنا نتحمل جزء من المسؤولية في نفس الوقت؟ اكيد نتحمل جزء. لكن الموضوع يحتاج مبادرات. يحتاج منهج ان المؤسسة الإعلامية الآلة الإعلامية على بعضها تشتغل بهذا المنهج. بل هناك مؤسسات اخرى مسؤولة في الدولة. نعم. عن ابراز هذا الجانب. وبقدر ما محتاجين إلى استراتيجية ومنهج نمشي عليه محتاجين إلى مبادرات من الناس. كيف بدأ الجزء الأول؟ للأمانة وهذا حقه. الزميل محمد التوبي بادر إلى تقديم مشروع. أنا أريد أروح زنجبار أعمل عن زنجبار كذا وكذا. بادر. وأيضا المسؤولين في ذاك الوقت جزاهم الله خير باركوا الخطوة. لم يقفوا يعني حجر أمامها وباركوها. بل أحد المسؤولين كان يقول لي يعني لا تكتفوا بشرق إفريقيا. في أماكن كثيرة في العالم. صحيح. عمان وصلت. صحيح. لها روحوا هكذا. نعم. يقول لي روحوا. نعم. يعني هاتوا مشاريعكم. نعم. يا مذيعين ويا معدين ويا مخرجين. هاتوا مشاريعكم بس على أن تكون مشاريع فعلا مجدية. نعم. مدروسة صح. نعرف الرسالة التي نريدها من خلالها. يعني أنت تفضلت الآن حكاية العملات هذا. نعم. آخر خبر. نعم. نعم. اللي وجدت في أستراليا. والعملات من وين جاية؟ من كلوة. اللي في شرق إفريقيا. نعم. اللي اليوم تتبع تنزانيا. نعم. إبان الوجود العماني هناك. نعم. طيب هذا الموضوع ربما بكرة نكتشف أن العمانيين وصلوا لأستراليا قبل مكتشفين آخرين. نعم. في أطروحة أيضا البعض قد يسخر منها لكن تستحق أن نقف عندها. الباحث التونسي اللي قدم ورقة يثبت فيها أن العمانيين وصلوا أمريكا قبل. نعم. كولومبوس. صحيح صحيح صحيح. في الباحث أحمد الشحري أعتقد اللي يبحث في اللغة. أيوة. أثبت أنه في مفردات من اللغة الجبالية. نعم. أو الشحرية. نعم. أو موجودة عند الهنود الحمر. نعم. أليست كل هذه مواد. نعم. تستحق أن نقرأها وأن نجري وراءها نلهث وراءها. نعم. ونحضرها كلها محتاجة. نعم. إذن نعم هناك بعض التقصير لكن أيضا هناك اشتغال لا بأس به.
محتاجين أن نكون محتاجين إلى مبادرات أكثر من كذا، محتاجين أن نقدم. للأسف أحيانا يتخيل البعض يقول لك يا أخي أنا بقدم بيرفضوها الفكرة. يا أخي ليش تتشائم؟ جرب وقدم مشروعك بس يكون مدروس، ويكون مدروس، يكون مشروع واضح ماذا تريد منه. عمان كبيرة وعمان عزيزة وعمان عميقة يعني، وتاريخ غير عادي يعني في منتهى الإثارة. هذا كله محتاج قراءة، محتاج أن يقدم للأجيال الجديدة. ربما برد على سؤال لن تطرحه علي. البعض يقول ما كنتوا رايحين إفريقيا قبل فترة، ليش رايحين مرة ثانية تعملوا لنا جزء آخر؟ فأحدهم قال يا أخي لا، صح اللي تعملوه، لأن الجزء الأول من 10 سنوات اللي اليوم عمره 20 سنة الشاب العمر كان لما هذاك الجزء كان عمره 10 سنوات. إذا محتاجين نعمل ريفرش. أكثر شيء أبهرك إن كان كأثر عماني، كشخصية عمانية، ملاحظة صححت بعض المفاهيم، حسيت إن في قيمة ما شفتها من زمان وتحتاج إن كل المجتمع عندنا لازم يشوفها ويعرفها. يعني قد لا أنصف إذا قلت هي أكثر شيء، لأنه هناك أشياء كثيرة جدا، لكن ويمكن الباحثين أنا أقول لهم ابحثوا في هالمسألة. اليوم اللغة السواحلية يتحدث بها شعوب حوالي 10 دول في شرق إفريقيا. اللغة السواحلية لعمان إسهام كبير في ولادتها. هذه لغة ولدت هناك في التقاء الأفارقة بالعرب على السواحل. ولدت ثقافة جديدة، ولدت لغة جديدة. قد يقول قائل وانتم مالكم العمانيين، هي عربية بشكل عام. لا، مش عربية بشكل عام، بل هناك مفردات عمانية صرفة وكثيرة جدا لا يستخدمها إلا العمانيون أو إلا العمانيين، موجودة في اللغة السواحلية. إذن هناك تأثير مباشر ويحتاج إلى دراسة. أنا سمعت من مسؤول في تنزانيا يفخر كثيرا أنه يقول البلد الوحيد خارج إفريقيا الذي نجد فيه متحدثين باللغة السواحلية هو عمان. فأنتم شركاءنا في الموضوع. هذه مسألة محتاجة إلى بحث. شغلة ثانية مثيرة، هل تعلم أنت اليوم إذا رحت مثلا تنزانيا، مثل ما هنا في كل ولاية يغلب عليها قبيلة معينة، ستجد هذا الوضع موجود في تنزانيا، في ولايات تنزانيا. عندما كان يصل المرجبي على سبيل المثال، خلنا نضرب مثال على نفسي عشان ما أدخل في أي، إذا راح أحد المراجبة إلى إفريقيا في ذاك الوقت، أين سيذهب؟ سيذهب إلى محافظة تابورا فيها مراجبة. تمام؟ حلو. ويعني مثال آخر، إذا راح الحبسي يروح إلى مدينة اسمها تانغا، سيجد فيها حبوس. وهكذا قس عليها. إذن أسسوا تقسيم كذا. ومسألة مهمة وتحتاج إلى دراسة فعلا، تحتاج إلى الوقوف عندها وقس عليها كثير أشياء مثيرة كثيرة. أنا تعرف الوقت قاعد يمشي بشكل سريع. أنا باقي يمكن عندي دقيقة بالكثير، بس إيش الفرق بين بيكون اللي المشاهد بيحسه كاختلاف بين شيابنا وبين البرنامج الحالي؟ بين شيابنا والبرنامج الحالي لا نستطيع أن نزعم من هذا الجزء الثاني من شيابنا، لكن لا يخلو من خلطة بين طرح شيابنا وبين طرح البرامج السابقة عن شرق إفريقيا. لكن هنا ليس بالضرورة كل الضيوف شياب. الضيوف هم عمانيين بدرجة 80-90%، وبعض الضيوف هم من أهل الدار هناك. من التنزانيين نفسهم أو الزنجباريين نفسهم. وبالمناسبة إذا يصح لي، أنا أقدم كل الشكر للحكومة الزنجبارية يعني على تعاونها غير العادي معنا. سواء في هالرحلة أو الرحلات الأخرى، إيجابيين معنا لأقصى درجة. فاتحين لنا البلد، يقولون لنا هذه بلدكم وخذوا راحتكم
واحنا ممنونين لهم فعلا. واحنا ممنونين لك كثير انك نورتنا في برنامجنا قهوة الصباح وعطيتنا شيء من وقتك. انا سعيد كثير بوجودك معنا وتشرفت بحضورك في هذا المكان استاذ محمد بن علي المرجبي ابو علي. انا سعيد كثير واتمنى لك كل التوفيق ومن هلا على يا رب ان شاء الله. وياك وياك شكرا. وكل عام وانت بخير مقدم. شكرا صباحك سعيد الله يتقبل منك ان شاء الله. شكرا. احنا مشاهدينا الكرام كان هذا مسك الختام في برنامجنا قهوة الصباح اللي نورنا فيه ضيفنا العزيز الاستاذ محمد بن علي المرجبي الاعلامي العماني الرائد والمتفرد كذلك بحسه وذوقه وايضا اخلاقه الرفيعه. احنا نودعكم على خير وان شاء الله نلتقي معكم في حلقات جديده. اتمنى لكم ان شاء الله اجازه سعيده وحياكم الله. السلام عليكم.